اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. كتلك الملابس البيضاء يأمل هؤلاء أن تكون صحائف ذنوبهم خالية بعد أداء مناسك الحج، تلبية داخل الأتوبيسات المجهزة لتفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بعد قضاء أيام بالمدينة أشادوا فيها بالخدمات المقدمة، فضلا عن وجود وعاظ بالفنادق للرد على استفسارات الحجاج. جميع الفنادق التابعة لوزارة الداخلية والقرعة نحن نتواجد فيها من الصباح إلى الليل ونتجه من فندق إلى آخر كي نكون في خدمة الحجاج. الكل بيتسابق لخدمة ضيوف الرحمن، ندعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم يوم القيامة إن شاء الله بإذن الله. نحن شفناش إلا كل خير منهم، والسكن كويس والعدد حلو. الله يبارك في مصر كلها ويبارك في شعبها، والحمد لله ربنا يقضي الرسالة بالخير يا رب. فنادق كويسة والأقامة كويسة وكل حاجة كويس الحمد لله، ما فيش مشاكل الحمد لله، ونتمنى يكون على نفس المستوى في مكة إن شاء الله يعني. التفويج مستمر حتى 26 من الشهر الجاري، آخر حاج سيتوجه إلى مكة، وقد استعدت بعثة حجاج القرعة جيدا لنقل الحجاج واستقبالهم. التفويج إن إحنا قبلها بيومين بنعلق الكشوفات بأسماء الحجاج على الأتوبيسات، وكل واحد بيعرف اسمه في أنهي باص يركبه، وبننبه عليهم، بناخد الشنط قبليها ب 12 ساعة، بنفوج الشنط قبليهم عشان يروحوا يلاقوا الشنط هناك، والصبح بيستقلوا الباصات وبيتوجهوا لمكة. نهاية الأفواج عندنا يوم 26، 250 حاج هيتوجهوا لمكة يوم 26/8 بإذن الله. التفويج ده بيتم للحجاج اللي كان مقرر قيامهم من القاهرة للمدينة، بتكون مدة الإقامة في المدينة 6 أيام بخمس ليالي، عقب انتهاء الفترة بيتم تفويجهم بمعرفة شركة نقل من الشركات المميزة في المملكة العربية السعودية، بيتم نقلهم إلى مكة، بيكون في انتظارهم هناك الضباط المتواجدين في الفنادق، بيتم تسكنهم في الغرف بتاعتهم. فنادق على مسافات متقاربة من الحرم مجهزة لاستقبال الحجاج بمكة، حيث وصل ما يقارب 55 ألف حاج إلى مكة والمدينة، منهم 19 ألف حاج من حجاج القرعة. الفنادق اللي هناك كلها فنادق مصنفة بتتفاوت قربها عن الحرم، وبيكون بتواجد معاهم الضباط على مدار ال 24 ساعة، ودي كانت توجيهات السيد وزير الداخلية إن الضباط بيتم اختيارهم زي ما قلنا من ذوي الكفاءة والعناصر المميزة. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ربنا يرزقنا هذه الفرحة زي ما حضرتك شفتوها يتمتع بيها أهلنا دلوقتي من اللي راحوا بيستعدوا لأداء مناسك الحج. وخلينا نقول أنه من أيام قليلة جدا بدأ توافد الحجاج على الأراضي المقدسة لأداء هذه الفريضة وإكمال أركان الإسلام، وتقريبا على الحجاج المصريين توافدوا على الأراضي المقدسة 55 ألف حاج، من بينهم أيضا 19 ألف حاج من حجاج القرعة. وما زالت أيضا عمليات تفويج الحجاج المصريين مستمرة، وده كمان بيأتي بعد أنه أكدت أيضا أو أكدت رؤية الهلال، وهيكون يوم الخميس القادم إن شاء الله الوقوف بعرفة. هنتكلم معكم في هذه الفقرة عن فريضة الحج، أيضا كيف نستعد ليها، ما فضائلها، ما الذي نتجنبه في هذه الأيام. ويكون معنا في الاستوديو الأستاذة دلال صلاح الداعية الإسلامية. برحب بحضرتك، صباح الخير وكل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة، صباح الخير على حضرتك. صباح طبعا ضيفة، خلينا بس نقول للناس ضيفة يعني مش جديدة على صباح اون، بالعكس هي ضيفة دائمة، كنت حضرتك بتنورينا بس ايام زمان في الاستوديو القديم، كنا حقيقي بنستفيد جدا من وجودك معانا. وخليني برضو اعرف الناس، الأستاذة دلال من الناس او داعية إسلامية، في كده ناس عندها قبول، في ناس عندها تسامح، تحب ان انت فعلا تسمع معهم، فدي شهادة حقيقية. أستاذة دلال خليني بس أبدأ مع حضرتك، وإحنا بنتكلم هنا عن الحج قبل ما نخش للمناسك، وأهم حاجة وأهم نقطة لازم يكون كده في استعداد نفسي. نتكلم عن الفترة دي علشان دي فترة مهمة جدا، إزاي الناس تستعد نفسيا، إيه اللي مفروض يعملوه، إيه اللي مفروض يبتعدوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستعداد النفسي لأي شيء معناها أن أنا بعد نفسي من الداخل لاتخاذ خطوات معينة تؤدي بي النهاية للحصول على الجائزة الكبرى، هو القبول عند الله سبحانه وتعالى.
فبالنسبة للاستعداد النفسي من الأول لهذا، من ينوي الحج أساسا هو نوى إيه؟ في شروط معينة اللي هيخرج للحج، هيتبع خطوات معينة، هيبتدي يقرأ في هذا. طب ما قبل ما يقرأ في هذا، ده الركن الخامس، ده أنا عندي أركان أربعة قبل منه، هل أنا ابتديت أرتب نفسي صح على هذه الخطوات السابقة؟ المفروض أن أنا يعني على اعتبار أن أنا إنسان مسلم عادي، من ضمن الأوامر أو الأساسيات عندي، خلاص أنا قلت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى علي فروض معينة، أولها مثلا الصلاة، هل أنا انتظمت في هذا؟ برضو انتظمت في هذا مش بس في المواقيت، يعني في مواعيد الأذان دي حاجة، لكن في أداء الصلاة في حد ذاتها ببتدي أحسن منها، وابتدي أمشي بقى مع الأركان دي واحد اتنين تلاتة لغاية لما أوصل للركن الخامس اللي هو هيكون بالنسبة لي الحج. هو فريضة لمن استطاع إليها سبيل. طب لو ما استطعتش، دي برضو في مواقف معينة هتخلي الشخص ما يقدرش يروح، إما ماديا أو صحيا أو لعدم أمان للطريق مثلا، فدي كلها أسباب. طب هل ممكن بقى أن أنا أحج بقلبي؟ ده في ناس على فكرة وهم قاعدين على فراش المرض بيحجوا هم في مكانهم، ليه؟ لأن بالنية وبالشوق الشديد للوصول لهذا المكان، وتحتسب يعني ربنا وتحتسب بعون الله يعني غير قادر. أما إذا كان غير قادر، مش بقى من ناحية يعني الغير قادر ماديا لكن بيتمنى هذا ومريض وما يقدرش يروح أو أي ظروف قاسية قوي زي كده، هو ممكن بنيته فعلا أن هو هياخد هذا الثواب. طيب هو غير قادر صحيا لكن ماديا يستطيع، عنده ما يكفي من المال لما استطاع إليه سبيل، يعني عنده مال يغطي هذا، في هذه الحالة يمكنه أن يوكل عنه أو ينيب عنه أحد الشباب أو حد في سن يقدر أن هو يؤدي هذه المناسك، بس يشترط في هذا الشخص المندوب أن يكون قام بحج لنفسه أولا عشان يقدر أن هو يطلع عن غيره. تمام، دي نقطة مهمة، يعني اللي بيحج لوالده لوالدته لزوجته يعني لازم تكون هو في الأول قام بحج. دي نقطة مهمة جدا. وبالنسبة مثلا في حالة الأب المتوفى والأم المتوفى والأولاد عايزين يأدوا عنهم فريضة الحج لعدم استطاعتهم مثلا وتركين مال، يؤخذ من ما ترك هذا الوالد من تركته قبل توزيع التركة، لأن حق الله ودين الله لابد أن يؤدى أولا. بمعنى قبل ما نقسم التركة نتفق إحنا الإخوة مع بعض قبل التقسيم خالص، هنطلع المبلغ بتاع الحج، وحد من الأبناء دول هيطلع يؤدي الحج عن والده، بس بشرط يكون زي ما قلنا هو قبل كده سبق له أن هو أدى فريضة الحج. طب استاذه لا، عايز اسال سؤال برضو في حته الاستطاعه والقدره والحته دي قبل ما نروح للمناسك. يعني خلينا نقول انه احنا مثلا هناك بعض القادرين مثلا اللي هو ممكن يكون لديه المال يدخل في الحج بس بيداوم على السفر، خلينا نقول فينا يعني كنت اعرف ناس كده ممكن يسافر كل سنه على طول لكنه في حين سمعت بعض الفتاوى بتقول انه قد لا تكون في حاجه لذلك، ولو لديك قريب احوج لديك عمل خلينا نقول قد يعود بفايده او يدر فائده على المسلمين أخرين، قد يكون ده ابرك وافضل. وطبعا ده راي بيعتبر ايه؟ بيعتبر انه انت اديت اكتر من مره، خاصه مع تكاليف الحركه، عارفه السعر اللي كان السعر لكن هو عنده فائض يقدر يخرج بيه. لكن في نفس الوقت انا هسال سؤال، الفائض اللي عنده له شقين، ممكن ان هو يكفي بيه حج لشخص لا يستطيع هذا الحج ويتمناه، او يعول بيه اسره، او يقيم اي حاجه مصلحه للمسلمين بيه، وهو في نفس الوقت عنده فائض اخر يطلع بيه الحج تاني وتالت ورابع، خير، ده نوع من التعبد. اما ان انا اخدها للشهره،
ان انا بحج بقى كل سنه عشان يقولوا الحج فلان راح والحج فلان، اصل ده ميعاد الحج بتاعه ما بنتصلش بيه فيها عشان هو مش فاضي لازم يتوجه للحج. ده نوع بقى من ايه السمعه والرياء، او هندخل في خط بقى مش بس ايه الافضل يعني عند ربنا من وجهه نظر حضرتك، ان انا حتى لو اقدر ان انا اسافر كل سنه اسافر، ولا ان انا خلاص سافرت مره اثنين ثلاثه ان انا بقى اعالج حد مريض او ان انا احط فلوسي في حته؟ ما هو ده التوجيه الاصح لمصلحه المسلمين. ده التوجيه الاصح لمصلحه المسلمين. انا رحت مره ورحت اثنين ورحت ثلاثه، ادي فرصه بقى، وحتى هيبقى كمان نفسيا في حاله اشتياق ان انا لما سبت سنه او اثنين او ثلاثه انا استعدادي النفسي ما بقاش اداء يعني عارفه روتيني بالنسبه لي ان انا كل مره في الفتره دي بطلع وخلاص. لا هيبقى في اشتياق. لان احنا هي حصص دلوقتي لكل دوله فبتعطي مجال لغيرك، خلينا نقول قد تفهم انك تسيب مكان لغيرك. بالضبط. طيب خلينا بقى نسأل بعض الأسئلة كده اللي ممكن الناس تبقى طبعا عارفاها وممكن الناس تبقى مش عارفاها. خلينا، أنا عندي سؤال عايزة أبدأ بيه، ليه بيتحلق الشعر وليه بيتقص جزء من السيدات من الخصلة؟ اولا بالنسبة للسيدات بالذات هاخد من الآخر بقى باعتبارنا النساء يعني بنسأل نفس السؤال. طبعا المفروض انه النساء شعرها بتبقى طويل وما بتتشبهش بالرجال، فبالتالي هي بتقصر شيء يعني قد الامله يعني قد عقله الصباع كده، شيء صغير جدا جدا. بالنسبه للرجل بيحلق تماما ليه؟ هو اصلا شعره قصير واقصى طول بالنسبه للرجل زي الرسول عليه الصلاه والسلام لغايه حد الكتف فقط لا غير. فهو لما بيتخلص في الشعر ده اولا من ناحيه الصحيه، هو في الحر هناك وايام زمان بالتحديد يعني كان بيبقى فيه اذى في الراس بسبب هذا فبيتخلص، زائد ان دي سنه اصلا عن الرسول عليه الصلاه والسلام، زائد في نفس الوقت عارفه لما الانسان يتجرد من كل حاجه حتى شعره، لان الرجل بالتحديد كمان بيبقى شعره مختلف في الوقت ده. بصي بقى هو طول عمره لابس البدله والكرافات بالنسبه له عاملها ايه، والالوان متناسقه وكل يوم بيلبس حاجه شكله ومظهريات معينه عشان مركزه بيستدعي هذا. يوم ما بيفكر الحاج هيخرج هو بيتجرد من كل ملابسه ولابس ابيض لافف نفسه بيه في شكل كفن، فتخلص من كل شيء. حتى الرجل على فكره والمراه الاثنين بيهتموا بمظهرهم، فكل واحد بيقف قدام المرايه يسرح شعره مش عارف ايه، لا انت انسى بقى كل المظهريات بما فيهم شعرك كمان. فكل ده كمان فكره التساوي ان كلنا متساويين، كلنا خلاص تساوى ايه الـ الـ الامير والغفير زي ما بيقولوا، ما بقاش في فرق. حته قماشه بيضاء وده اللي هنعب بيها هو ده في الاخر، هو ده في الاخر مهما كانت درجاتنا، بس المهم حصيله العمل هيبقى درجتها. ممكن نسال سؤال غريب شويه لو تسمحي لي؟ في البعض للاسف يعني وانا يعني للاسف مره ثانيه هقول عليهم مسلمين، لكن هم لا ينتموا تقريبا باخلاقهم لهذا الدين، بيروحوا يسافروا مخصوص علشان يضايقوا الحجاج او ان هم يسرقوا. ده بيحصل كل سنه، ده واقع. فمعلش الناس دي لو حضرتك تكلمينا اكتر عن يعني السايكولوجي بتاعهم، عن عقابهم عند ربنا، الناس تتصرف ازاي الحجاج مثلا لما يتعرضوا لحاجه زي كده كمان هناك. طبعا هي المشكله ان الذنب مضاعف مضاعف، يعني لو بياخد مثلا الذنب دوت يعني هياخد مثلا هو المفروض بياخد صفر، هيبقى بالماينس بقى يعني هيبقى ذنبه مضاعف في هذا المكان. المفروض حتى اللقطه يعني لما الاقي حاجه في الارض ما اخدهاش. في الاساس في الاسلام على فكره لو لقيت حاجه في الارض باخدها وافضل ادور على صاحبها لمده سنه. سنة كاملة، شوفي الأمانة أو أسلمها بقى لحد مختص. أنا طبعا مش هقعد سنة في الحج هناك، هسلمها للمختصين هناك وهم بطريقتهم في مكتب للأمانات اللي بيضيع منه حاجة المفروض بيها. للأسف في عصابات بتخرج بقى من مصر للأسف يعني، ومن دول مختلفة لكن أنا بتكلم على ما يخصنا احنا. فتبصي تلاقيها إن فعلا بتحتك بيشوفوا بقى في الزحام واللي بيحصل في الزحام إيه، فبتبقى فرص إن هم إيه يسرقوا في الوقت ده. فدي مشكلة. أنا دوري إيه؟ أنا كحاج أتصرف بقى إزاي؟ أتصرف إزاي؟
اولا ما فيش داعي ان انا اشيل مبالغ كتيره اثناء الطواف واثناء اداء المناسك، لانه انا المفروض اتخفف من كل حاجه، مش ابقى شايله ذهب قد كده وحطاه في جيبي والرجل عامل الحزام قد كده والحزام منفوخ وكله فلوس. لا، اولا في خزينه في الاوتيل اللي انت هنزل فيه، حط حاجتك فيه بامان وهتتسلمها تاني بامان. فده كنوع من يعني من الامان اكتر. استاذه دلال دلوقتي عايز اروح لحضرتك لاركان واركان الحج، وايضا ايه اللي لو سقط يسقط ايضا حج او ما يعتبرش سليم؟ هو جمله واحده الرسول عليه الصلاه والسلام من كلمتين قالها، الحج عرفه، فلما يقفش في عرفه فهي دي اساس النقطه. بالنسبه بقى لانه هو هيأدي طواف وهيعمل تلبيه عقد النيه في البدايه. وبعدين في ثلاث اشكال للحج اللي هو ايه؟ بعقد نيه على ان حج مفرد. يعني ايه مفرد؟ يعني هحج وبس وهروح. او قران اللي انا هعمل عمره وحج في ان واحد، دي فيها ذبيحه. وفي هعمل عمره الاول وبعدين اتحلل وبعدين مره تانيه احرم وادي مناسك الحج، ودي فيها برضو الهدي او الذبيحه. فانا بنيتي من الاول لازم احدد انا عايزه ايه بالظبط. انا بقى في الاركان بعد كده كلها واحده، يعني كلها نيه في الاول، ويغتسل للحج ويلبس ملابس الاحرام، وبعد كده التلبيه، ويبتدي يطوف السبع اشواط، وينتهي من السبع اشواط هيبقى السعي بين الصفا والمروه، ينتهي من كده. وطبعا هيبقى فيه صلاه بعد الطواف قبل ما يروح السعي، هيبقى فيه ركعتين عند مقام سيدنا ابراهيم ويشرب من ماء زمزم. وبعد ما ينتهي من الكلام ده في بقى الزياده، احنا لغايه كده كانها اجراءات عمره عاديه. لو هو في عمره هيتحلل ويعيد مره تانية النيه ان هو هيبتدي ايه للحج. هيروح بعد كده منى وهيجمع الحصى بقى في مزدلفه وهيبيت في منى والكلام ده كله. ده ملخص سريع جميل لاداء المناسك كلها. على كل حال نشكرك جدا جدا استاذه دلال صلاح الداعيه الاسلاميه، ونتمنى كمان حضرتك طبعا الحديث طبعا يطول ويطول، لكن للاسف الوقت تداهمنا لنشره الاخبار. بشكرك شكرا جزيلا، دعواتك معايا وتدعي المسلمين هناك ودعوات من هم هناك ايضا، وان شاء الله نالوا الفرصه والحظ يكونوا هناك على عرفات انه يدعوا لنا ولا ينسونا. امين يا رب. يعني لهم على الساحل، احنا احتمال تطلعوا من الساحل تقريبا، يعني برضو في كلام كده احتمال صباح عون يطلع، هيكون برضو صباح عون معاكم في حلقات مختلفه قريبا جدا من ايضا مناطق خلينا نقول ساحره، وهنروح معاكم الساحل الشمالي، مش هنكتفي بس بالدرون هو اللي يروح المره دي، هنكون احنا معاكم هناك، وان شاء الله انتظرونا في حلقات خاصه قريبا. نشوفكم بكره باذن الله.